تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد يمكن اعتقال نتنياهو في أكثر من 120 دولة. كلنا تابعنا سواء قرارات المحكمة الجنائية الدولية، قرار المدعي العام باعتقال نتنياهو وجالنت، أو قرارات محكمة العدل الدولية، وكلنا شفنا رد فعل إسرائيل الهستيري تجاه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. واتكلمنا قبل كده عن الفرق بين المحكمتين، وإن الاتنين لهم ثقل عالمي كبير، سواء المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست سنة 2002 وتضم أكثر من 120 دولة، أو محكمة العدل الدولية اللي هي الجهاز القضائي للأمم المتحدة. نتنياهو بيقول إن ده هيخلي هذه المحاكم محاكم منبوذة، لكن كتير بيقولوا إن ده كلام مش صحيح، وإنه كده إسرائيل تتجه إلى أن تكون دولة منبوذة، وإن نتنياهو لابد يدرك إن هو دخل إسرائيل في منحنى خطر حقيقي، وإن سمعة إسرائيل اللي بنتها على أكاذيب كتيرة على مدى عقود بتتهاوى الآن. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن أكتر من 120 دولة موقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وبناء على قرار كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لو نتنياهو راح أي دولة من 120 وشوية دول هيتم اعتقاله، وحتى لو لم يتم اعتقاله هيتم الحديث في وسائل الإعلام وصراع بين أحزاب وقوى سياسية هل يعتقل أم لا، وكل ده هيكون على حساب السمعة الكاذبة التي بنتها إسرائيل لعقود حول الدولة الديمقراطية الحقوقية، واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط. إسرائيل حاولت بقى تلفت الأنظار في اتجاه آخر، إن مصر هي التي ترتكب أخطاء، إن مصر اللي هي بتغلق المعبر، مصر تتلاعب في الوساطة ووثائق الوساطة، إلى كل هذه الاتهامات الكاذبة وغير المسؤولة. ومصر ردت بوضوح إن احنا لم نتلاعب في أي وثيقة على الإطلاق فيما يخص الوساطة بين حماس وبين إسرائيل، وإن مصر كانت دائما وسيط يهدف حقا إلى وقف إطلاق النار، وإن كان في نزاهة شديدة في محاولة الوصول إلى تسوية، وإن الاتهامات اللي وجهتها CNN وغيرها اتهامات لا أساس لها لمصر، وإن برضو الادعاء الكاذب حوالين إن مصر بتغلق معبر رفح هو ادعاء ما يمشيش على أي طفل اللي شايف الشاحنات كلها واقفة متراصة، وإسرائيل بتمنع دخول هذه الشاحنات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة. ودي عادة إسرائيل دائما، لما لقت قرار الجمعية العامة بالاعتراف بفلسطين، ثم قرار المدعي العام باعتقال نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية، ثم قرارات محكمة العدل الدولية وهي قرارات تاريخية، لما لقت هذا الحصار الأممي والقانوني الدولي ذهلت إسرائيل، تحاول بقى ترمي أي حاجة ولا سيما في اتجاه مصر. إنما مصر ردت بوضوح وحسم في هذا الإطار، وإسرائيل دائما لا يهمها أبدا أن تكون صادقة، إنما الكذب مكون رئيسي في سياسات نتنياهو وسياسات قادة إسرائيليين على مدى عقود، التدليس والكذب والخداع والكلام المخالف لصحيح الواقع. أكثر من 230 يوم من حرب إجرامية ممتدة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الحرب أدت إلى أكثر من 100,000 ما بين شهيد وما بين جريح وما بين مفقود، وأيضا حجم هائل من الركام وتدمير تام للمنشآت، وللأسف الشديد إن كمان 10% من هذه القنابل موجودة تحت الأنقاض ممكن تنفجر أثناء إزالة الأنقاض وإعادة البناء. على الرغم من ذلك كله، الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة الكارثة، الصمود الكبير في مواجهة حرب لا سابق لها منذ الحرب العالمية الثانية. الشعب الفلسطيني مؤمن إنه في النهاية لن يحق ولن يحدث ولن يتم في المستقبل إلا ما هو في الجانب الصحيح من التاريخ، وإن بدأ الضمير العالمي
من هارفارد إلى محكمة العدل الدولية، من كولومبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، من الجمعية العامة إلى أيرلندا وأسبانيا والنرويج وغيرهم. كل دول صحوة للضمير العالمي وللأخلاق العالمية لكي يقولوا جميعا لإسرائيل حتى هنا كفى. موقف مصر ومنذ اللحظة الأولى وكما عبر عنه الرئيس السيسي هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وتكون هذه الدولة بحسب الرئيس كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال.